أسبوع بالتمام على الكارثة الكبرى التي عصفت بمدينة درنا الليبية بعدما اجتاحها إعصار دانييل، آخذاً في طريقه أشخاصاً وسيارات ومنازل وأحياء كاملة كانت قائمة بذاتها قبل أيام. فما إن يمر الوقت، تتلاشى الآمال في العثور على ناجين جدد في المدينة المنكوبة، وكذا ترتفع الأمواج قبالة سواحل درنا. لكن كارثة كبرى تتجلى أماراتها في المدينة الساحلية، وآخذة في الانتشار والبزوغ أمام فرق الإنقاذ التي تواصل انتشال عشرات الجثث، إذ بات هناك عدد كبير من الجثث المتحللة ممددة على شواطئ درنا تجرفها الأمواج، التي ارتفعت بشكل صعب من عمل فريق الإنقاذ في انتشال هذه الجثث المتحللة.